شوفوا معنا مشاهدينا في حرة الشوق. شفنا الدود خارج، شفنا الدقيق، الريحة عادية، مرومد، كومير كوك فيه الدود. اللهم انا داعي، اللهم انا هذا منكر، ما تقديت ولكن شتنا، شت بعينيا، شتنا الدقيق خارج كوك فيه الدود. هذه مخبزة هذه، فين وسط المدينة، راه عيب كاع. اش هاد الحالة هادي، اش هاد المنكر هذا؟ اللهم انا هذا منكر. خاص المراقبة، خاص اللجنة تكون من شهر لشهر ولا من العام لعام تراقب هذا الشيء، حيت هذا الشيء لا يعقل. معسيني هذا الشيء، نخاف على ولادي ونخاف على راسي، حيت حنايا كبرنا في الطربية وكبرنا في النقا. معسيني هذا الشيء لا يعقل، باش تشوفي فار ولا سرق الزيت وطالع فوق الخبز وتاكلي، لا يعقل. انت اللي دخلتي على الكوزين تقول لقيتي سرق الزيت كتحاربي، كاين ولا لا؟ كتبقاي مسودنة. انا والله القسم الا كنوض في الليل وكنطفي الضو وكنوض كل مرة هز الصندال ونقلب. باتيسري 1996 حنا تناكلو من عندو، عمر ما طرا هادشي. اليوم تفاجئنا، قال لك راه كاين الدود في الدقيق في العجينه وهاد. حتى انا الصباح فطرت هنا مع نسى، ماشي راه عادي، راه 55 تشوفوا العجب المتعجب. راه تيقول لك واحد المثال، خنزو خانزو بني، راه امه ديال البشر كاينه هنا. ونطلبوا العياد من هنا الى ناخذوا عبره، فهمتي؟ بقات عاف العجينه، راقت في الحلوى وفي الكيك وفي كل شيء. ها هو ماكدو بانيني كل شيء، ولا خرج كول 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 طيب، كول خرج برا. هذا راه خاص كل شيء بحال والدينا بكري وبحال جدودنا وهذا، راه ما بقاش هذا الشيء.